كام يوم كان في مزايده خاصه برعايه النادي الاهلي، ونجح النادي الاهلي بالحصول على نصف مليار جنيه حقوق الرعايه للنادي، وده طبعا حاجه محترمه جدا ومبلغ ما شاء الله حاجه ممتازه في السوق المصري وسوق الانديه المصريه. النادي الاهلي حقوق رعايه فقط بدون حقوق البث، حقوق البث حاليا في التوقيت الحالي في فتح المظاريف زي ما احنا بنتكلم، وامور خاصه بامور البث هيتم طبعا اعلانها، واحنا متواجدين معاكم ان شاء الله لو عندنا وقت هنقدر نعلن عن حقوق البث وما حدث في هذا اليوم من خلال هذا الحدث. خلينا نروح لزميلنا محمد سعيد وهيطلعنا على ما يحدث في هذا الحدث، حدث مهم جدا وهو حقوق البث، وهتكون المبلغ كام، وطبعا شركه برزنتيشن هي اللي موجوده في هذا الحدث وهي المسؤوله عن المزايده او اللي هي كانت موجوده في المزايده النهارده وفتح المظاريف. محمد مساء الخير عليك يا محمد. مسر عليك كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. رمضان كريم وكل سنه وكل الامه الاسلاميه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان طيبه وبخير. يمكن في هذه اللحظات وانا معاك على الهواء مباشره هنا من امام قاعه فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، تعقد في هذه اللحظات يعني جلسه المزايده او الجلسه الخاصه بفتح المظاريف الماليه المتعلقه بالبث الفضائي بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الاجتماع بدا في حدود الساعه 9 والربع بالتحديد، يمكن كان حاضر بالتاكيد الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه البت في مزايده رعايه البث الفضائي بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وعدد من المسؤولين المتعلقين طبعا باداره المشتريات واداره التسويق في اداره النادي الاهلي، ايضا شركه برزنتيشن سبورت يمكن هي الشركه الوحيده التي تقدمت ومتواجده في جلسه المزايده الخاصه بالبث الفضائي، وبيمثلها بالتاكيد حضور الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت وعدد من المسؤولين والاداريين بشركه برزنتيشن يحضرون هذه الجلسه للمزايده والفتح المظاريف الماليه المتعلقه بالبث الفضائي. لكن عايز اكد لك ان كان يوم الخميس جلسه الاستفسارات الفنيه والتي تتعلق بالبنود والتي تواجدت في كراسه الشروط، والجلسه كانت تتعلق بالامور الفنيه والامور التي تتعلق بالحقوق التجاريه المتعلقه بمزايده البث الفضائي والشروط التي وضعتها إدارة النادي الأهلي بالنسبة للبث الفضائي خلال السنوات القادمة. لكن اليوم صباحا كانت جلسة تقديم المظروف الفني، وهو المظروف الفني متعلق فقط بالإجراءات والطلبات التي يطلبها النادي الأهلي من الشركات كناحية تجارية والتعرف على السيرة الذاتية للشركات التي تقدم للحصول على سواء الرعاية أو حتى في البث الفضائي. وبالتالي بعد تقديم النادي الأهلي الشق القانوني والملف القانوني المتعلق بجلسة المظاريف الفنية واعتماد كراسة الشروط واعتماد جلسه الاستفسارات الفنيه والشق الفني المتعارض بالشركه التي تقدمت اليوم شركه برزنتيشن سبورت للحصول على رعايه البث الفضائي وحقوق البث الفضائي للنادي الاهلي خلال السنوات القادمه، يفتح في هذه اللحظات جلسه او فتح المظاريف الماليه المتعلقه بالحقوق او الناحيه الماليه التي الرقم التقديري الذي يطلبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه بالنسبه للبث الفضائي ومبارياته خلال الفتره القادمه. وهناك امور عديده اعدتها اداره التسويق ولجنه التسويق من خلال دكتور سعد شلبي بالتعاون بالتاكيد مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ومن خلال اللجنه التي تناقش هذا الملف برئاسه الاستاذ خالد درندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. وايضا في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم يمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي متواجد بنفسه لمتابعه هذه الاجراءات والبث الفضائي، وباذن الله يمكن على مدار الحلقه الاخباريه والاطلاله الاخباريه من خلال الكابتن محمد فاروق تكون لدينا الجديد والرقم النهائي والاخبار النهائيه الشيء المتعلق برعايه البث الفضائي ومزايده البث الفضائي بالنسبه للنادي الاهلي خلال السنوات القادمه. لكن في هذه اللحظات وانا معاك على الهواء مباشره ما زالت الجلسه ممتده ولم تنتهي حتى هذه اللحظات. محمد يمكن واحنا بنتكلم على المزايده يمكن من كام يوم كان في زي ما نقول زي ما شفنا طبعا وتابعنا حقوق الرعايه. اعتقد النهارده بالاضافه للحقوق البث ان شاء الله اللي هتكون متواجده يبقى النادي الاهلي حقق رقم ما حصلش في تاريخ الكره المصريه قبل كده، وان شاء الله يقعد فتره والسنه الجايه او العقد الرعايه الجاي يبقى اكبر كمان ان شاء الله. محمد
بالفعل كابتن فاروق، هي القصه في ارقامي باذن الله هتكون ارقام غير مسبوقه في الوطن العربي. مش بتكلم على نادي بينتمي للكره المصريه او في بيلعب في الاوساط الافريقيه، لكن انت بتتكلم على ارقام متعلقه بحقوق رعايه وبث فضائي. وفي نقطه غايبه عن ناس كتير، ان الناس وهي بتتكلم على الارقام مش عارفه الاهلي باع ايه في الرعايه. انت ممكن من العقد السابق اللي كان تم بيعه ب 231 مليون على مدار 3 سنين، يمكن انت سوقت وبتتكلم في اكتر من حوالي من 10 الى 12 نقطه متعلقه بالاكاديميات وقطاع الناشئين والاعلانات على اسوار النادي والاعلانات داخل النادي واعلانات في الاكاديميات واعلانات بالنسبه لفريق الكوره وامور كثيره جدا، معسكرات ومباريات. لكن هذه المره وصلت على نصف مليار 500 مليون جنيه، لكن سوقت يعني بنود اقل، وبالتالي امامك فرصه لتسويق امور كثيره ايضا خلال الفتره القادمه لتحصل على ارقام ماليه اضافيه. وبالتالي المقارنات الماليه ما بين السنوات السابقه والسنوات القادمه ليست فقط في التقدير المالي، لكن هناك امور، ويمكن الدكتور سعد شلبي خلال الايام القادمه واداره التسويق هتحدد وتعلن التفاصيل الخاصه بالرعايه والبث الفضائي بعد ما يتم الانتهاء من هذا الملف وهذا الملف خلال الفتره القادمه، تعني بشكل رسمي ما تم تسويقه وبيعه من خلال هذه العقود خلال الفتره الحاليه، خاصه ان هناك أمور كثيرة جدا سيتم تسويقها أيضا خلال الفترة القادمة. فبالتالي القيمة المالية ليست هي القيمة النهائية، من الممكن أن تصل لأرقام تقريبية وأرقام أكبر من ذلك بكثير خلال الفترة القادمة، لكن ننتظر بعد نهاية التعاقد والمزايدة المتعلقة بالبث الفضائي هيكون في تفاصيل أكتر وأرقام أكبر بإذن الله بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. كابتن محمد فاروق، بشكرك يا محمد، وأكيد وإحنا متواجدين في حاجات كثيرة جدا النادي الأهلي يمكن من خلال مجلس الإدارة حاجات غير مسبوقة. احنا بنتكلم على الجزء المالي والجزء التسويقي للنادي، ما شاء الله احنا رايحين لوضع عالمي، وضع مميز جدا. وان كنا دايما بندور على الايم او القيمه بتاعه النادي الاهلي ووضعه في الشرق الاوسط والانديه اللي موجوده في الشرق الاوسط، احنا ما شاء الله احنا في المركز الاول، احنا بنبص بقى للحته العالميه. طبعا دكتور سعد شلبي مستشار التسويق للنادي الاهلي ما شاء الله عليه حاجه محترمه جدا، وان كان وجوده شيء مهم جدا في حته التسويق وما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي في الجزء التسويقي. زي ما انت كده كنت بتتكلم يا محمد وانا بتكلم، وكله شايف النادي الاهلي رايح على فين. ما شاء الله احنا نادينا قيمته الكبيره واسمه الكبير، بالاضافه طبعا لجمهوره وشعبيته الكبيره، هي اللي بتخلي الارقام تبقى كده. يعني ده حاجه مش من فراغ، واستقراره الاداري طبعا لازم نتكلم على الجزء الاداري بشكل كبير، ده مهم جدا عشان الشركات تبقى فيها عندها ثقه بالنادي، عندها ثقه في وجود جزئيه ان انا العقود وان انا تنفيذ العقود، ده شيء مهم جدا. ويمكن اعتقد وجود كابتن محمود الخطيب النهارده يا محمد وانت بتقول لي ده بيدي اطمئنان كمان لشركه برزنتيشن في حته البث الفضائي. بالفعل كابتن فاروق، يمكن انا معاك على الهواء مباشره، كابتن محمود الخطيب متواجد داخل قاعه فكري أباظة، هناك العديد من الاجتماعات في هذه الملفات خلال الفتره الحاليه. بيض ايضا كمان عايز ااكد على نقطه مهمه، حضور الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت على هذه الجزئيه وتواجده بشكل رسمي متواجد بنفسه كمان في جلسه المتعلقه بالبث الفضائي بالنسبه للنادي الاهلي، ده بيتكلم عن قيمه تجاريه وقيمه عقد مهم جدا وعدد مباريات بالنسبه للنادي الاهلي، شعبيته وجماهيريته في الوطن العربي بالتاكيد قيمه هذا العقد. كل ليس على تواجد رئيس مجلس ادارتها في هذا التعاقد والتواجد مع النادي الاهلي وحضور الكابتن محمود الخطيب لانهاء هذه الملفات وانجاز هذه الملفات خلال الفتره القادمه. لان انا باكد لك ان في ملف الرعايه وفي ملف البث الفضائي هناك تفاصيل فنيه داخل هذه الملفات، وفي كراسه الشروط بتعطي للاهلي ارقام ماليه اكبر بكثير مما البعض يتناولها الان. وزي ما قلت لك في جزئيه الرعايه في العقد السابق انت ممكن تكون سوقت 13 بند وبالتالي حصلت على 230 في 3 سنين، لكن في هذه المره بتتكلم في نصف مليار، لكن انت سوقت بتتكلم في بندين او ثلاثه، وهناك امور وبنود كثيره سيتم تسويقها خلال الفتره القادمه ستدر دخل مالي كبير جدا لنادي الاهلي. باذن الله نوصل لارقام تكون غير مسبوقه، مش عايز ااكد على ارقام حتى هذه اللحظات لحين الانتهاء من الملف الرسمي بالنسبه للبث الفضائي وعقود اخرى كمان خلال الفتره القادمه كابتن فاروق. واحنا مستمرين يعني دلوقتي في حدود الساعه 10:10 بنقترب من الساعه منذ بدايه الاجتماع، لكن حتى هذه اللحظات منتظرين الموعد الرسمي والقرار الرسمي بعد نهايه هذه الجلسه، خاصه بعد فض المظاريف الماليه والفنيه واعتماد كراسه الشروط وامور كثيره جدا هنوضحها بالتاكيد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن فاروق، احنا هنبقى معاك يا محمد طبعا، وان شاء الله نشوف الرقم اللي هيوصل فيه البث النهارده ونجاح شركه برزنتيشن للحصول على حقوق البث للنادي الاهلي هذا الموسم، يعني اكيد حاجه رائعه. عايز اقول لكم ان
طبعا الشركات بتكسب يعني، يعني لازم بشكرك طبعا يا محمد، واحنا متواجدين معاك يعني طبعا تطلعنا على كل شيء خاص بهذا الحدث.